هذا أبو الدرداء رضي الله عنه أيضا كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ وكان رضي الله عنه يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعدات تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولا وددت أني شجرة تعضد ثم توكل. هذا كما تقدم ليس قنوطا من رحمة الله، إنما احتقارا وازدراء للنفس أمام عظمة الله عز وجل وأمام فضله وكرمه. وهذا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبر هذه الأمة وعالم هذه الأمة، ومن خير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أسفل عينيه مثل شراك النعل من البكاء، كان أسفل عينيه مثل الشراك البالي من شدة بكائه رضي الله عنه من خشية الله عز وجل. وأبو ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل كان يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد، وددت أني لم أخلق وعرضت وددت أني لم أخلق. فقال: وددت لو وقال رضي الله عنه: يا ليتني كنت شجرة تعضد، وددت أني لم أخلق. وهذا كما تقدم من عظيم خشيته لله عز وجل. وأيضا تميم الداري رضي الله عنه، أبو رقية الصحابي المشهور، قرأ ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية وهي قول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. ونقل عن أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. ومما يروى أيضا في أخبار الصحابة رضي الله عنهم وخشيتهم لله عز وجل وخوفهم منه ما حكاه ما رواه الحاكم عن أبي سفيان عن أشياخه قال: قدم سعد على سلمان يعوده، قال فبكى، فقال سعد لسلمان: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، وترد عليه الحوض وتلقى أصحابه، فقال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا قال: لتكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب وحولي هذه الأساود. قال الراوي: وإنما حوله جفنة ومطهرة. معنى ذلك: لتكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، المسافر إذا سافر هل يأخذ معه من الزاد ومن الطعام ومن الحمولة التي يحملها حمولة كثيرة، أم ما يتزود به في طريقه؟ الغالب أنه ما يتزود به في طريقه. كذلك الإنسان في هذه الحياة هو مسافر، فلا يقف عند هذه الدنيا ويترك الغاية التي خلق لأجلها. كذلك المسافر لا يقف في الطريق، إنما هو يسير حتى يصل إلى المقصد الذي قصده. كذلك المسلم لا يقف عند هذه الدنيا ويأخذ منها ما ينقطع به عن الغاية التي خلقه الله عز وجل لأهلها، وهي عباد الله عز وجل. قال رضي الله عنه: وحولي هذه الأساود،
قال الراوي جفنه ومطهره ما يتوضأ به صحن يأكل به الطعام، هو يرى أنه نهل من الدنيا، فكيف بنا أيها الإخوة؟ فالمسلم عندما يرى هذه الأمثلة العظيمة وهم أهل للاقتداء، هم الصحابة رضي الله عنهم، يزدري نفسه ويعلم أنه لا شيء، فيجد ويجتهد ويحث السير ويعمل بطاعة الله عز وجل ما يلحق به هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم.